بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بكاء الإمام الصادق عليه السلام على امرأة. عن الهيثم ابن عبد الله الناقد عن بشار المكاري قال: دخلت على أبي عبد الله الصادق عليه السلام بالكوفة وقد قدم له طبق من رطب وهو يأكل، فقال: يا بشار ادنو فكل. فقلت: هناك الله وجعلني فداك، قد أخذتني الغيرة من شيء رأيته في طريقي أوجع قلبي وبلغ مني، فقال لي: بحقي لما دنوت فأكلت. قال: فدنوت فأكلت. فقال لي: حدثني. قلت: رأيت جلوازا يضرب رأس امرأة ويسوقها إلى الحبس وهي تنادي بأعلى صوتها المستغاث بالله ورسوله ولا يغيثها أحد. قال: ولم؟ قال: ولم فعل بها ذلك؟ قال: سمعت الناس يقولون إنها عثرت، فقالت: لعن الله ظالميك يا فاطمة، فارتكب منها ما ارتكب. قال: فقطع الأكل ولم يزل يبكي حتى ابتل منديله ولحيته وصدره بالدموع، ثم قال: يا بشار قم بنا إلى مسجد السهلة فندعو الله عز وجل ونسأله خلاص هذه المرأة. قال: ووجه بعض الشيعة إلى باب السلطان وتقدم إليه بأن لا يبرح إلى أن يأتيه رسوله، فإن حدث بالمرأة حدث صار إلينا حيث كنا. قال: فصرنا إلى مسجد السهلة وصلى كل واحد منا ركعتين، ثم رفع الصادق عليه السلام يده إلى السماء وقال: أنت الله لا إله إلا أنت مبدئ الخلق ومعيدهم، وأنت الله لا إله إلا أنت خالق الخلق ورازقهم، وأنت الله لا إله إلا أنت القابض الباسط، وأنت الله لا إله إلا أنت مدبر الأمور وباعث من في القبور، وأنت وارث الأرض ومن عليها، أسألك باسمك المخزون الحي القيوم، وأنت الله لا إله إلا أنت عالم السر وأخفى، أسألك باسمك الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، وأسألك بحق محمد وأهل بيته وبحقهم الذي أوجبته على نفسك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تقضي لي حاجتي الساعة الساعة، يا سامع الدعاء، يا سيداه، يا مولاه، يا غياثاه، أسألك بكل اسم سميت به نفسك واستأثرت به في علم الغيب عندك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تعجل خلاص هذه المرأة، يا مقلب القلوب والأبصار، يا سميع الدعاء. قال: فخر ساجدا لا أسمع منه إلا النفس، ثم رفع رأسه فقال: قم، فقد أطلقت المرأة. قال: فخرجنا جميعا، فبينما نحن في بعض الطريق إذ لحق بنا الرجل الذي وجهناه إلى باب السلطان، فقال له عليه السلام: ما الخبر؟ قال: قد أطلق عنها. قال: وكيف كان إخراجها؟ قال: لا أدري، ولكنني كنت واقفا على باب السلطان إذ خرج حاجب فدعاها وقال لها: ما الذي تكلم؟ قال: عثرت، فقلت: لعن الله ظالميك يا فاطمة، ففعل بي ما فعل. قال: فأخرج 200 درهم وقال: خذي هذه واجعل الأميرة في حل، فأبت أن تأخذها، فلما رأى ذلك منها دخل وأعلم صاحبه بذلك، يعني الأمير مالت بذلك، ثم خرج فقال: انصرفي إلى بيتك. فذهبت إلى منزلها، فقال أبو عبد الله الصادق عليه السلام: أبت أن تأخذ 200 درهم؟ قال: نعم، وهي والله محتاجة إليها. قال: فأخرج من جيبه صرة فيها 7 دنانير وقال: اذهب أنت بهذه إلى منزلها فقرأها من السلام وادفع إليها هذه الدنانير. قال: فذهبنا جميعا فأقرأناها منه السلام، فقالت: بالله أقرأني جعفر بن محمد السلام؟ فقلت لها: رحمك الله، والله أن جعفر بن محمد أقرأك السلام. فشقت جيبها ووقعت مخشية عليها. قال: فصبرنا حتى أفاقت وقالت: أعدها علي.
فأعدناها عليها حتى فعلت ذلك ثلاثا، ثم قلنا لها خذي هذا ما أرسل به إليك وابشري بذلك. فأخذته منا وقالت سلوه أن يستوهب أمته من الله، فما أعرف أحدا توسل به إلى أكثر منه ومن آبائه وأجداده عليهم السلام. قال فرجعنا إلى أبي عبد الله الصادق عليه السلام، فجعلنا نحدثه بما كان منها، فجعل يبكي ويدعو لها. طبعا هذا موجود في كتاب بحار الأنوار في صفحة في جزء 47 صفحة 379، وكذلك في المزار الكبير صفحة 27، وكذلك في كتاب فرحة الزهراء للمرزى أبو علي الأصفهاني في صفحة 108. اعلم يا شيعة منزلة بغضة أعداء الزهراء عليه السلام، ولا يغرنكم هؤلاء مطية النواصب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.